السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم ازاي نشحن كارت الغاز، طبعا كارت الغاز من الكروت الجديدة اللي لسه نازلة، محدش عارف عنها حاجة لسه. هنجرب نشحنه على مكنة فوري. طبعا هو نازل على كل فوري، مش فوري واحد، تمام. وهنخش احنا بكود الخدمة. كود الخدمة يا جماعة، كود الخدمة اهو 2، كود الخدمة هو 5 6 1 1. كود الخدمة 5 6 1 1، تمام. هندوس انتر، بيقول لي برجاء ادخل الكارت زي ما انتوا قاريين اهو. هندخل الكارت اهو اهو كده، انا دخلت الكارت. بيبتدي يقرا المعلومات بتاعت الكارت. انتظروا شوية. اهو كده قرا البيانات بتاعت العميل، اسم العميل اللي هو بالكامل، رقم العداد، تاريخ شحن، اخر شحنة شحنها يعني، تمام. احنا كل ده هنسيبه وهندوس استمرار. بيقول لي اقل قيمة للشحن زي كارت الكهرباء كده وهي 19 جنيه، فأنا بكمل وبدوس مثلا قيم مختلفة اللي هي رقم 2 زي ما انتوا شايفين كده اهي. لو انا عايز اشحن اللي هي اقل قيمة اشحن ب 19 جنيه، عايز اشحن قيم اعلى او اعلى من ال 19 جنيه هاي طبعا هدوس رقم 2 اهو. بعد كده انا بحط القيمة اللي هو عايز. انا هحط مثلا 192 وهدوس 0، تبقى ال 192 على الشمال اهي، وهدوس انتر. هو بيقول لي القيمة الإجمالية، هو بيقول لي القيمة الإجمالية 197 جنيه، تمام. هدوس انتر. طبعا العمولة، ناس كتيرة بتسألني اخد عمولة كام. طبعا كل كارت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طبعا كل كارت ليه عمولته الخاصة. يعني واحد شحن ب 700 اكيد العمولة بتبقى غير اللي هو خدت منه دفع 200. هي عمولة فوري ضئيلة، فأنا بحط عمولة من نفسي. يعني مثلا ال 196 دول أنا ممكن أخدهم من العميل مثلا أزود عليهم 2 جنيه. ممكن واحد يشحن ب 1000 ب 2000، وكل مكان وليه شغله، يعني كل مكان ليه الطريقة بتاعت شغله، فكل مكان ليه طريقة شغله الخاصة. فما ينفعش مثلا إيه المكان عندي هنا أنا بضيف على الزبون 2 جنيه، مكان عندي شعبي شوية. في أماكن تانية مثلا أنت لوحدك في المكان فبتزود مثلا بتبقى 4. في واحد شحن ب 2000 اكيد بتحط له 10 جنيه، 5 جنيه. فما اقدرش احدد لك العموله عشان بس ما حدش يسالني على العموله كام. العموله دي حضرتك اللي بتحددها، وانت اللي يعني ما تغليش على الزبون بقدر الامكان، تمام. انما بالنسبه لعموله فوري فهي عموله ضئيله ما لهاش لازمه خالص، يعني ما تحطهاش في دماغك. سواء شحنت ب 1000 ب 2000 فوري بتديك عموله يعني ملاليم من الاخر كده. فانا بضيف على الكارت مثلا اللي هيطلع، انا هطبع الفاتوره اهي. الفاتورة مثلا 197 جنيه، هي أنا ممكن أحط عليهم 2 جنيه زيادة وكده، الحمد لله رضا من عند ربنا، تمام. وأدي كده أنا شحنت الكارت أهو، ودي كانت طريقة شحن الكارت اللي أنا قلت لكم عليها اللي هو بتاع بترو تريد، شركة بترو تريد. ولو في أي حاجة ما تنسونش طبعا تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير، ولو في أي حاجة يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات، وإن شاء الله الله المستعان نقدر نفيدكم بإذن الله.